تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، وإحياء لذكرى 60 لعيد الاستقلال تحت شعار تاريخ مجيد وعهد جديد، أحيت السلطات المحلية لولاية المسيلة هذه الذكرى الخالدة بالتوجه إلى مربع الشهداء أين تم رفع العلم الوطني. ووضع إكليل من الزهور والتراحم على أرواح الشهداء الزكية الطاهرة. وبذات المناسبة ألقى الإمام كلمة ذكر بها الحضور الكريم بواجب حماية أمانة الشهداء. وبالقاعة المتعددة الرياضات سالم معيوف بالمسيلة أين يتم مشاهدة الاستعراض العسكري الضخم عن طريق شاشة عملاقة تم تنصيبها لذات المناسبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على الشعوب اللي جاوا وعلى الجزائر وما صح دم وما بكت بناتها وما بكت عجيزها وما بكت أولادها وما بلد محمد بوظيفة كسرت فيها رجال أخبزنا وعجلنا وجرينا وما أولادنا ما تخوتنا الدورة جلتنا الحبس والحمد لله اليوم رانا أحرار في الجزائر العطرة وتحيا الجزائر ويحيا تبون ويحيا الشباب وربي يجمل شملتنا وربي يصلح شبابنا ربونا نجمة وهلال قامت به نساء ورجال الله يستر جيش الثوار الله يستر جيش الثوار ربونا هو المشكور لا طيارة لا بابور ننده ربي والرسول حتى تنزل الإفريقية يلي حب الإفريق دنور شاركنا بالوطنية دافع للضرب المنصور تاع الدول العربية. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. ها نحن نلتقي في هذا التجمع المبارك بمناسبة ذكرى 60 لاستقلال الجزائر، عيد الشباب وعيد الاستقلال. الحمد لله أن وفقنا الله سبحانه وتعالى في هذا التجمع وهذه المناسبة الطيبة ذكرى 5 جويلية 1962 يوم أن تحررت الجزائر من الاستدمار ومن الاستعمار. وهذه السنة بالذات كان فيه تشابه كبير ما بين ذكرى الاستقلال تاع 62 5 جويلية 1962 وما بين 5 جويلية 2022. فهذا التجمع وهذا الأفراد الحركة الكشفية وكل الجمعيات وإن دل على شيء يدل على أبناء الجزائر وحبهم لهذه البلاد، حبهم للجزائر، حبهم للثورة، حبهم للشهداء.